عفوا استاذ عبد العزيز، انا ما اسمح لك تتلفظ علي بهذه الالفاظ وفي مكتبي. لا تخليني ارفع عليك قضية التعرض على موظف اثناء تأدية عمله. طبعا انت تقدر تسوي كل شيء، لان القانون هي لعبتك المفضلة. ممكن تسوي اكثر من اللي سويته. رجاء استاذ عبد العزيز، انا اللي سويته في حدود القانون، واذا كان عندك شيء ينافي ادلتنا روح جيبها. ليش تنفعل كل هذا الانفعال؟ ليش يا هلال؟ انا جاي اتاكد من شيء واحد، وهذا الشيء خلاص انا اتاكد منه. مع السلامه. لا تخاف يا هلال، ونلتقي مره ثانيه ان شاء الله. لا لا يا سالم، لا، الوقت ما مناسب الحين ابدا. أنا أخاف إنك تيجي تتقدم الحين والوالدة ترفض، خاصة بعد سوء الفهم اللي حصل بيني وبينها. ولا تنسى إنها عرفت إنك أنت اللي موصلني البارحة. صدقني بترفض. أجل هذا الموضوع لكم من يوم لحد ما هي تهدى شوي، وخلنا نفكر بهدوء أكثر. لا يا منى، لا، أنا ما معك بهذا الرأي. لازم، أنا ما أريدها تأخذ عني فكرة سيئة. لازم تعرف اني انا اريدك على سنة الله ورسوله. لا لا لا، تفرق. لو ما جيت اليوم اخطبك وجيت بعدين، راح تفهم الوالدة اني غلطت وجاي اصلح غلطي. انا ما اريدها تفكر بهذه الطريقة. حتى لو ما وافقت مش مشكلة، بتكون هناك في فرصة نقنعها اكثر. ها، ايش رايك؟ خلاص خلص كلامك؟ ايوه يا استاذ اسامه، خلصت كلامك. اسمعني يا سالم، انا لما شغلتك عندي في الشركه شغلتك بوظيفه سائق. ها، سائق، ما شغلتك بوظيفه مدير علشان تتصرف فيها على كيفك. ولما كنت ارسلك البيت عشان تودي لي وتجيب لي اوراق او حتى توصل منى للجامعه، فهذا لثقتي الكبيره فيك. لكنك مع الاسف طلعت إنسان غير جدير بهذه الثقة. هنا وبعدين الواسطة اللي جايبها معاك علشان تحسن من مستواك فهي واسطة مرفوضة. عبد الحميد قال لي بكل شيء. ليش يا أستاذة سميرة؟ أنا إيش سويت؟ وبعدين أنا جاي أخطب الأنسة منى، والزواج له عيب وله حرام. ومو عيب وحرام؟ مو عيب وحرام انك تدخل بيوت الناس وتطالع على بناتهم وبالاخير تقول جاي انا اخطب؟ انا ما فهمت شيء. وبعدين انت طلبتي مني اني اخذ الانسه منى اوديها واجيبها من الجامعه وبتركب معي في السياره بعلمك، وشيء طبيعي اني اشوفها. وانا طلبت منك بعد انك توصلها لوقت متاخر بالليل؟ ها؟ قال ها؟ انت لو عندك واحده من خواتك ترضى واحد يوصلها في هذا الوقت؟ تكلم. أنا آسف يا أستاذة سميرة، وأنت عندك حق بكل كلمة قلتها. أنا ما اعترف إني أنا غلطان. اعترافك ما عاد يفيدني بشيء. أنا لولا ظروفي الصحية واللي خلتني إني أرجع من السفر كان حضرتك طالع وجاي معاها على كيفك ومستغل ظروفها الصحية ولا أنت ناسي إن هي مريضة؟ أستاذة سميرة، طبعا ما حد ينكر إن سالم غلطان، يعني هو الحين جاي يصلح هذا الغلط ويخطب الأنسة منى. وأنا بعد ما عندي بنات للزواج. في شيء ثاني بعد؟ أيوة، بس أنا أريد أقول لك، أنت قلت كل اللي عندك وأنا رديت عليك، أعتقد أنه ما بقى شيء ثاني. يلا يا سالم، يلا. مشكورة أستاذة سميرة، شكرا. سالم، أنا قبلت استقالتك من الشركة. عجبك اللي صار؟ هذه آخرتها، تنطرد من الشغل. أنا آسف يا سعد،
ما كان قصدي اني اعرضك للموقف اللي صار. يا اخي انا ما خايف على نفسي، انا خايف عليك انت. قول لي وش راح تسوي الحين؟ ما اعرف يا سعد، ما اعرف ايش اسوي، لكن لا يمكن اني اتخلى عن منى. مرة ثانية؟ مرة ثانية وثالثة وعاشرة. الوظيفة وخسرتها، ما بقي ثاني عندي شيء. يا ربي، من وين طلعتنا هذه المشاكل؟ كنا عايشين في سلام. لكن قل لي، وش راح تسوي الحين؟ أنا عارف وش اللي راح أسويه. وأنت يا سعد ما قصرت معي، قمت بالواجب وزيادة. بس اللي لازم تعرفه إني أنا ومنى لازم نتزوج بأي شكل من الأشكال. يعني إيش؟ يعني موافقة، يعني أريده. ما أظني إني بخلي حد يوقف في طريقنا أنا وسالم. لا، أنت أكيد مجنونة. مجنونة؟ مجنونة أنا؟ ما حد خلاني أصير مجنونة إلا أنت. منى! ضربيني، قتليني، سوي فيني اللي تريدي، ها؟ بس بتزوج سالم ان شاء الله. لو اضطريت اني اتزوجه في السر بتزوجه. انت ايش اللي جالسه تقولينه يا بنيه؟ مثل ما سمعتي، انت القدوه وانا لازم استفيد منك. لو كان غلط اللي انت سويتيه كان ما صار اساسا، والنتيجه واضحه طبعا. الغلط 60 غلط، وانا اريد اسوي الصح. وافقي على زواجي بدون مشاكل، بس في ظروف تمنع اني انا اوافق على هذا الزواج. ظروف انت اللي تخلقيها دائما. ولو انت حبيت انه ما يكون هناك ظروف ما راح يكون هناك شيء. وعلى فكره انا قادره اني اتخطى كل العقبات، بس لا يكون انت خاطرك في سالم مثل ما كان خاطرك في غسان وخط. وقعها! ضربيني زيادة ما مهم، أنا المهم بسوي الصح. لو فكرت في كلامي راح تحصل إن كلامي صح، وهذه المرة لازم أنت اللي تساعديني حتى تكفري عن أخطائك. الظهر نسيتي أني أنا أمك؟ نسيتي، بس أحب أفكرك أني أنا أمك. لا تنسين هذا الشيء يا منى. حسني أسلوبك معاي بعدين أوافق على اللي أنت تبيه. إذا تريدي أن علاقتنا تكون عادية توافق على الزواج. تساوميني يعني؟ وأنا أسف، زواجك من سالم ما رح يتم. وانا اقول لك انا اسفة على اللي بيصير. Thank you.
مشكورين يا جماعة، وأحسنتوا ما قصرتوا، ونتمنى دائما أن نكون تعاون مع بعض. تفضل يا حارب، خذ نصيبك وعط الجماعة. وإحنا رايحينكم في الخدمة متى ما تريدوا. إن شاء الله إن شاء الله ما قصرتوا، أبغاكم تكونون لي سند، وأنا بكون لكم ظهر، ظهر قوي بعد، والواحد يطلب اللي يريده ما يرد غير لسانه. نعم كله خير يا مرشد. الحين بترخص عنكم، عندي شوية شغل. وأنا بعد أترخص، نخلي مرشد يشوف شغله أحسن. لا 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 لا، جالس سيدة يا جماعة علامكم، أنا ما عندي شغل، حتى لو نجلس للليل أجلسوا استريحوا. بس ما فهمتني، إيش تبغانا نقول للشايب هاشل والجماعة الحاضرين عن موضوع الطنة؟ زين ذكرتني يا حارب، أنا أريد أكلمكم عن هذا الموضوع. على كل حال، إذا سألكم الشايب هاشل عن النخيل والطنة، قولوا له إن إحنا ما قدرنا نوفي اللي علينا، إيه، وبعنا لمرشد نفس القيمة اللي سطنيناها من عندك. هذا إذا سألكم، وإذا ما سألكم لا تفاتحوا بالموضوع أبدا. أنا أتمنى إني أكلمه بنفسي يعني. حاضرين، ولا يهم يكون اللي تشوفه، ونحن تحت أمره. إذا أنا أترخص، يلا في أمان الله. أحسن 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 الله خير. أحسن، يلا كرامكم الله. كرام هين يا هاشم. كل شيء لفاطمة يتسجل باسمي، والعقارات اللي بينها وبين أمها صرت أنا شريك فيه، وخلي زكية تضرب رأسها في الجدران. فاطمة وخلصنا منها مثل ما خلصت على خميس، وبعدني أخلص على مزرعتي. بس المسألة محتاجة شوية وقت، بس الموضوع اللي ما يريد ينتهي هو موضوع سر. المسألة طولت أكثر من اللازم، بس ما علي، بعدني أنتظرك يوم الخميس. نحن أنتظرك، وخلينا نشوف النتيجة مع أبوك. ما علي يا سلمى، ما علي. السلام عليكم ما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير ما؟ ايش في؟ ايش تفكري؟ صار شيء لا سمح الله؟ سلمى اتذتش بشيء؟ لا يا ولدي لا، سلمى اليوم ما خرجت من الغرفة أبدا. زين ويش اللي مضايقنش كذاك؟ ما دام أنت موجود أنا بخير يا حسان. وبعدين وبعدين أمه، بعدين مع سلمى. أنا أمس قسيت عليها كثير، أول مرة
أول مرة أرفع إيدي عليها. ما أعرف وش جاني يوم شفتها في الحارة القديمة. حتى الحين أنا جاي من هناك، قلت أشوف يمكن حد ينتظرها، لكن لا سمعت شيء ولا شفت حد. من حقك تخاف على زوجتك يا ولدي، ومن حقك عليها أنك تقول لك الحقيقة. ما في أخبار عن غسان؟ أوهو غسان، هذا الإنسان أنا ما أعرف عنه شيء ولا أريد أعرف. يكفي اللي سواه فينا، بس الحين اللي شاغل بالي هذه سلمة ويش كانت تسوي في الحارة القديمة؟ وين كانت تروح بالليل؟ اسمعني يا حسان يا ولدي، لو شفت سلمة تريد تخرج بالليل خليها تخرج، بس راقبها شوفها وين تريد تروح، بس من غير ما تحس فيك، لأن احنا كل ما نسألها تقول اني تعبانة وكنت أتمشى في الحوش. لكن يا ولدي لو خرجت برا على البيت أكيد المسألة فيها شيء، تابعها شوفها هين توصل اتقابل من، ساعتها يا ولدي اتصرف مثل ما تريد. ان شاء الله يا الوالد ان شاء الله. سامحيني يا كبيرة، أنا آسف على اللي صار أمس. أنا آسف يا سلمى، أنا ما كان قصدي إني أمد إيدي عليش، بس أنت اللي اضطريتيني لهذا الشيء. كيف تريديني أسكت وأنا أشوفش مكان مهجور بنفسش؟ أكيد الشكوك والظنون تدور في بالي وأنا أخاف عليش من كل شيء. يا خسارة يا حسان، أنت اعتقدت الرجولة ظن وشك وغيرة أو ضرب؟ لا يا ولد عمي، عمرها الرجولة ما كانت كذاك. وإذا كنت جاي تكمل مع الأمس أنا مستعدة، تعال اضرب وصفة عشان تحس نفسك رجال، لكن بعد كذاك طلقني. خلاص يا سلمى، ما بيننا أي حاجز بعد اليوم. إيش يعني؟ ليش شلت الستارة؟ خلاص يا بنت عمي، ما نحتاج لها، لازم نرضى بالواقع اللي نحطينا فيه. لا أنا أول واحد تزوج واحدة أكبر منها، ولا أنت آخر واحدة تزوج واحد أصغر منها. بس يا حسان، إحنا لازم نعيش حياتنا بشكل طبيعي يا سلمى، ونقف مع بعضنا البعض. ما نريد نعيش مشاكل وشك وظلم، خلينا نبدأ من اليوم. إيش اللي غيرك يا حسان؟ أكيد خالتي هي اللي قالت لك تسوي كذاك. أمي ما تعرف عن الموضوع أي شيء، هذا قراري أنا وأريد قرارش أنت بعد. ما أعتقد أنك بتتمسك بقرارك لو عرفت أنا إيش كنت أسوي في الحارة القديمة. وهذا اللي أنا أريد أعرفه يا سلمى. إذن أنت ما جاي تفتح صفحة جديدة، أنت جاي تدور على آخر السطور في الصفحة الأخيرة اللي بيننا. من الأفضل أنه نعيد الحاجز، بس ما قبل ما أعرف الحقيقة؟ ما حد راح يعرف الحقيقة غيري أنا. أنت ليش تحاولي تزرع الشك فيني يا بنت عمي؟ الشك مثل الأشجار اللي ما منها فايدة وتطلع بسرعة. لما نتخلص منها ونقتلعها من جذورنا ونقول عفى الله عما سلف ونبدأ من جديد. حتى لما قلت لك سر الحارة القديمة والبيوت المهجورة، أنت ليش تحاولي تزرعي فيني الشك إنه في شيء في ذيك الحارة، ولما أسألش تقولي ما في شيء؟ لأنه داخلك يقول لك في شيء وفضولك يدور عليه، وأنا بخليك كذاك طول عمرك ما بتعرف الحقيقة إلا بعد ما تطلقني. يعني في حد قابلي هناك وبعدني بعرفه؟
العاشر. عليكم السلام ورحمة الله. لحظة شوي يا بنتي، لحظة. خير عمي هاشم، في شيء؟ يا فاطمة يا بنتي، أنتي مثل بنتي بالضبط، وأبوك الله يرحمه كان لي أكثر من أخ. عندي كلمة باغي أقولش عليها، لأن في الحقيقة شفت شيء ما يسرني أبدا. بس عمي هو، سمعيني أول إلى الآخر وبعدين تقدري تردي علي على كيفش. أنا أعرف أن مرشد يصير عمش والمفروض يصير مثل أبوش، لكن كنا نعرفه مرشد إنسان ما منه أمان، وأنا بصراحة كل يوم أشوف إيش تصيري له مزرعة خميس وتجلسي بياه، وأعتقد أنه أمش ما تعرف هذا الشيء. يا بنتي لا تسوي شيء من وراء أمش، لأنها في الحقيقة هي الوحيدة اللي تعرف مصلحتش زين ما زين، وانت بهي زين من مرشد هذا، ترى ثعبان ثعبان يا بنتي، لكنه في سم قاتل. الحين يا بنتي عندش كلام باغي تقوليه؟ أنا ما سمعش، وإذا ما عندش يا بنيتي توكل على الله والله يحفظ الشبابش إن شاء الله. لا يا عمي أنا ما عندي شيء غير أني أقول لك مشكور على كل كلمة سمعتها منك. أنا أعرف أنك تخاف علي وتريد مصلحتي. الله معك يا بنتي. مع السلامة عمي. الله يحفظك يا بنتي، مع السلامة. أما أنا غبية كنت بفضح نفسي لولا أن الله ستر. أنا افتكرت أن عمي هاشل شافني وأنا أخرج من مزرعة عمي سيف. يا ربي كنت بجيب المصيبة على نفسي بنفسي. يا فاطمة أنا فرحان إني شفتك علشان نتكلم وحدنا في موضوعنا. موضوعنا؟ موضوع إيش؟ هي عمتي زكية ما قالت ليش؟ لا. ولا سلمة؟ سلمة؟ سلمة تعرف بعد؟ أيوة، ترى أنا أول شي خطبتك منهم. إيش؟ خطبتني منهم؟ هي ما قالت لي. سلمة هذه خبيثة أكيد تباكل نفسها. لا 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 لا، هي سلمة متزوجة وأنا خطبتك من عمتي وهي وافقت. وافقت؟ البقية في حياتي. الله يبارك فيك فاطمة، يا فاطمة يا قلبي. بس أنا زعلانة منش. مني أنا؟ ليش؟ لأنش ما خبرتيني إن مطر خطبني منش. ما جات الفرصة علشان أخبرك. ما جات الفرصة؟ أكيد أنت اللي متطمعة فيه. أنا حرمة متزوجة، وبعدين هو خطبك أنت، مبروك عليش. وغسان حلمنا خليه.
ايش هذا اللي على وجهك؟ ها؟ لا هذا ما في شيء، هاي بس من اثر الفراش ووقت النوم. بس اللي على وجهك يقول عكس اللي انت جالسه تقوليه. على كل حال بغيت اقول لك انه غسان جه خطبني بشكل رسمي، جه عندنا البيت وكلم امي وعمي مرشد، وهذا الكلام صحيح ما مزح. الف الف مبروك يا فاطمه، تستاهلي كل خير. الله يبارك فيش. بس امي تريد احد من اهله يجي يخطبني، امه ولا عمه، ولا الموضوع ما بيتم. وانتي تعرفي علاقة غسان مع اهله، واتمنى انك تقدر تسوي لي شيء في هذا الموضوع. انا؟ ايوه انتي يا سلمى، هذا اذا كنتي بالفعل تعزيني. ما اعرف ايش اقول لك. قل يا حاول، قل ان شاء الله. ان شاء الله يا فاطمة، ان شاء الله بحاول. الحين انتي صرتي صح صديقتي المخلصة. يلا جي معي. وين؟ السوق، علشان اجيب شيء نرجع بسرعة ما بنتأخر. سامحيني يا فاطمة، أنا ما أقدر أجي معك أي مكان. بس أنا أريدش في هذا المشوار تكوني معاي. أعذريني حسان، ما سامح لي أطلع أي مكان من غير إذنه. معقولة؟ حتى أبوي ما شفته اليوم. أعذريني ما أقدر أجي معك أي مكان. مسموح، مسموح يا سلمى، معذورة. هذا انت؟ لو قدمت خطوة واحدة مرة ثانية قدام هذا الباب والله شايف الباراشوت هاي بعشر الا فرغ الكرزك. اتق الله في نفسك يا خميس يا اخوي، الله يهديك، انت انسان مسلم وعاقل، لا تخلي الشيطان يلعب بعقلك. السالفه ما فيها اني افتقدتك اليوم وجاي اشوفك واطمن عليك، وانت تريد تقتلني. اهون عليك يا الحبيب اهون؟ دور لك كلام غير هالكلام. مرشدوه مرشدوه على عيبك، اعرفها زين. هذا جزايا عاد يا اخوي خميس اني جاي اطمن عليك واشوفك. اكيد انت زعلان مني ومن الكلام اللي قلت لك اياه. يا ابوي سامحني، انا كنت غلطان وكنت متضايق وما اعرف ايش اقول. اي والله العظيم ما قصدي نعم. وبعدين البيت اللي ساكنه انت الحمد لله جالس فيه ومرتاح، وان شاء الله ما حد يقدر يخرجك منه ابدا ما دام انا حي. واذا كنت اذيتك يا ابوي سامحني، واذا ما تبغين اجي مره ثانيه هني ما بجي خلاص، اذا كان هذا الشيء يريحك ويسرك. وما الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. عمي عبد العزيز موجود؟ أيوة موجود، تفضل. خير يا منى يا بنتي، بعدين انتي اول مره تجي هنا، يعني عمرك ما فكرتي انك تزوري عمك؟ ما فيها شيء لا سمح الله يا منى. ما فيها شيء، بخير بخير، هي بخير.
ايش في يا منى؟ انا جايتك انت، انا اريدك تساعدني يا عمي. تفضلي يا بنتي، تفضلي استريحي. انا عيوني لك يا بنتي، بس انت ايدي. قولي لي ايش عندك بالضبط. الو. ايوه سميره، الحين ما وقت نلوم بعض. لا، منى موجودة عندي، بدأت تشوف عمها، طلبت منا المساعدة في موضوع زواجها من سالم. أكيد هو أبدى استعداده. أنا قلت أخبرك قبل لا يصير أي شيء. لا أعتقد هو جاي عندك الشركة الحين. طيب يا إيمان، شكرا، مع السلامة. يعني تتحديني يا منى؟ طيب انا اعرف كيف اتصرف معك. لا تفتكري يا سميره اني كسبت القضيه الجديده اللي بيننا. لا يا شاطره، لا، بعد هالمساله فيها تشكيك في مستندات اللي قدمها محاميك البارع. على العموم هذا ما موضوعي، ولا موضوع صفية المسكينة اللي خربتي لها بيتها وخليتيني أطلقها. في موضوع أهم وأحدث. ما بيني وبينك أي مواضيع، تفضل اطلع برا. أنتي ما عندك إلا غير هذه الكلمة؟ كل ما شفتيني قلتي لي اطلع برا، وكأني جاي أشحت منك مثلا يعني. أعتقد اللي جاي علشانه أكثر من شحاته. ما علينا يا مدام، بس أنا متأكد أن إيمان كلمتك بالتليفون وخبرتك على كل اللي صار بينا قبل أجي، وهذا شيء طبيعي من إيمان زوجتي لأنها صديقتك. من غير لف ولا دوران أنا جاي أساومك وخيرك. ساومي؟ أنا طبعاً ما أخذت حقوقي من ميراث الوالدة، وأعتقد أني ما رايح أخذ شيء أبداً، لأن المسألة بينها بدأت تتطور. عبد العزيز يا ريت لو تختصر، لأن أنا بصراحة ما فاضي، عندي شغل، والله عندي شغل. عندي حق. على العموم هذه بادرة طيبة منك إنك تسمعيني ولو باختصار. على العموم عندك حرية الاختيار في واحد من هذه المواضيع. الموضوع الأول إنك تتنازلي عن الشركة مع حفظ حقك، والموضوع الثاني زواج ولدي سعود من بنتك منى. وإذا رفضت الطلبين الأول والثاني أحب أقول لك يا مدام إنك معزومة على زفاف بنتك منى من سالم الأسبوع الجاي بصفتي ولي أمرها. وأحب أبشرك إن القضية الجديدة رعاية أولاد أخوي فهذه مضمونة 100%. وشوف أنت عاد إيش ممكن يترتب على هذا، أو خلينا ننهي الصراع اللي بيننا. على فكرة أنصحك يا عبد العزيز، يا ريت له الأيام لما تنام بالليل تتلحف، لأن الظاهر إن أحلامك قاعدة تزيد. أخاف تتحول الأحلام إلى كوابيس بعدين. كل اللي قلته مرفوض يا عبد العزيز، مرفوض. بنتي وأنا حرة فيها. أنا أدرى بمصلحتها. زواجها من سعود أو من سالم ما رح يتم أبداً. أعتقد أن الكلام الحين انتهى، ما أعتقد بيننا أي كلام ثاني، فتقدر تتفضل. لا تستعجلي يا مدام. أحب أقول لك إن أنا قادر أتخلص من موضوع سالم في لحظة، قادر أزوجه من منى في أسرع وقت، وقادر أبعده عنها في أسرع ما تتصوري. انتي ايش تختاري؟
أما ضحكتني يا غسان تبى الصراحة. بالله عليك عندك 5000 ريال وقاعد تريد تشتغل في المقاولات، ايش هذا الكلام اللي تقوله؟ زين بدل لا تضحك علي كذا خبرني وجهني ايش اسوي؟ يعني كيف اوجهك؟ وانت بس عندك هذيل الخمسة، لا وراهن شيء ولا قدامهن؟ زين كيف اقدر استثمر 5000؟ انا اقول لك شيء، بس ترى الفائدة بعيدة شوية، بس لو تقدر تضيف عليهم مبلغ ثاني مثلهم على الاقل بتصبح من ملاك العقارات. لكن ترى الفائدة بعيدة كثير. زين فهمني ايش اقدر اسوي بالضبط؟ الله يسلمك، تقدر تشتري بهذا المبلغ اللي عندك اراضي سكنية بقيمة 4000 ريال. لكن وين؟ لا تقول لي هنا في قلب مسقط، لا، في الاماكن البعيدة الخالية من الخدمات. ليش؟ لأنه عادة الأراضي اللي ما فيها خدمات تكون رخيصة كثير، ومعظم أصحابها اللي يريدوا يبيعوها هم في الأساس يريدوا يسكنوا. وكم أقدر أستفيد في هذه الحالة؟ يعني تقدر تكسب في الأرض الواحدة من 3 إلى 5 أضعاف قيمتها. يعني ممكن أبيع القطعة الواحدة بخمسة آلاف وأكسب 20000 مرة واحدة؟ طبعا. زين وكم المدة التقريبية علشان استفيد؟ يعني من 5 إلى 10 سنوات. لا الموضوع صعب كثير. زين خلينا نفكر لك في مشروع ثاني بس بعد ما نطلع من عند يوسف. لكن ها ما اريدك تتدخل في الموضوع اللي بيدور بينه وبينه، لان هذا شغل بزنس. طيب بكون أصم وأبكم وأعمى. اهدى يا سميرة، اهدى عشان نعرف نفكر كيف نسوي في هذه المشكلة. عبد الحميد كيف تبيني؟ أنا ما قادرة أفكر، ما قادرة. شيء طبيعي، ما ممكن تفكري وانت على هذه الحالة. اهدئي وخلينا نتبادل الحلول. هذا أنا هديت، تفضل تكلم. خليني أنا أتكلم مع منى في البيت. أنا أمر عليكم اليوم المساء بس على شرط إنك ما تكوني موجودة عشان نقدر ناخذ راحتنا بالكلام. خلص أوكي، ما راح أكون موجودة، بس المهم تي أي وقت. تفضل أي وقت، هذا بيتك. أحسن أخلص من هذه المشكلة. ها ما أريد مشاكل. أنا مو ناقصة يا عبد الحميد، ما ناقصة. سالم سوا شو يعني سالم؟ يا ريت بالمرة يا عبد الحميد، يا ريت تكلمني أمين. أمين رجع حق سوالفه الأولية. أنا مو قادرة أسيطر على وضعها، ما قادرة أتصرف مع هذا الولد. أرجوك خلصني من هذه المشاكل. حاضر يا سميرة، إن شاء الله راح أكلمهم اليوم. ان الوالدة تتأخر اكثر من كذا. عمي اذا بغيتها ضروري ممكن تتصل على النقار. لا ما ابغي ازعجها، خليها تاخذ وقتها وراحتها. ما كفاية عليها اني مأذنها بالشغل؟ على كل حال هذه فرصة طيبة عشان اقدر اتكلم معاك وبراحتي من غير ما تتدخل سميرة. خير عمي، في شيء؟ والله يا منى بغيت اتناقش معاك في موضوع زواجك من سالم. هذا الموضوع منتهي بالنسبة لي. جلسي يا منى وخلينا نتناقش ونتفاهم بهدوء. أنا مرتاحة كذا. خلاص إذا تشوفي نفسك أنت مرتاحة
إذا ما أقول لك إلا ألف ألف مبروك. الله يا عمي، الله يبارك في حياتك. تعرف عمي، أنت أول واحد يبارك لي على هالزواج. يا منى، أنا فرحان لك كثير كثير، وأتمنى لك السعادة الخالية من المشاكل. يعني إيش؟ يعني زواجك أنت وسالم ما متكافئ، لا من الناحية الاجتماعية ولا من الناحية العلمية ولا من الناحية المادية. أنت فكري بعقلك شوية، إيش اللي يخليك ترتبطي بشخص ما إلك معاه أي علاقة أو أسباب مقنعة؟ واحكمي على نفسك. كل هالأمور اللي تتكلم فيها أمور شكلية، إذا كان من الناحية المادية فأنت عارف حقوقي في الشركة والأسهم اللي أملكها كم نقدر نعيش منها، وإذا كانت من الناحية العلمية فسالم يقدر يغير حياته في فترة بسيطة، يعني يكمل دراسته، بعد ما يكمل دراسته يتوظف بوظيفة مرموقة، انتهت هذه المشكلة. وتبقى المشكلة الاجتماعية، فهو معروف انه من عائلة أصيلة ومعروفة بعد، وإذا بقت هناك حواجز فهي أمي، وأنا أعرف كيف أقنعها بعد. إذا بيبقى سالم مثل ما هو ويحس بالنقص طول عمره، وانتي من غير ما تشعري تحسسيه بهذا النقص وتذكريه منك انت اللي عملتيه بفلوسك، وبالتالي ينفجر ويتحطم بيت الزوجية. وأخاف، أخاف يا منى انه ينفجر على أطفال ما لهم ذنب إلا أن أمهم وأبوهم ما عرفوا كيف يقدروا الأمور بشكل جيد. يعني إيش؟ يعني يا منى لازم تعرفي وتؤمني بحقيقة واحدة، أن الزواج معرض للطلاق حال حال أي بناء ما تكون قواعده صلبة ومتينة، وبالتالي ينهار، والانهيار معناها مشاكل أنت في غنى عنها. انت ما تريدي سالم كزوج، انت تريدي تتحكمي فيه وتريدين على هواك. انت عارفة ضعف شخصية سالم، ولا هذا بتدافعي عنه بعد؟ ترجع تقول ليت اللي صار واللي صار ما كان، ترجع تقول ليت اللي صار واللي صار ما كان، تبقى
في نفس الزمان تبقى في نفس المكان تفقد الأمان كل الأمان وتعيش في دوامة ندم أو في العدم ترجع في أصلك جذور الأرض والأرض ما